ورق عنب بشكل بسيط جدا، وكمان هنعمل موزه بشكل بسيط، والتوميه كتير ناس سالتنا عليها برضو قلنا بالمره بتبقى كويسه جدا وطعمها حلو قوي كمان مع ورق العنب. وعندنا كمان عاملين سلطه الباميه المسلوقه او سلطه الباميه البارده زي ما بنقول، وانا معاها كمان حمص وهنديها كمان تتبيله جميله جدا، وهنعمل برضو كل الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامنا دي، وكمان هنزيد عليها شوربه كنور بطعم خفيف جدا وسهله. طيب تعالوا مع بعض نعمل اساسيات الاكل. هنبدا مع بعض نحط الاول الموزه تاخد غلوتها وتعيش حياتها، ونبدا مع بعض في ورق العنب واحده واحده. الموزه طبعا ناس كتير جدا بتبقى محتاره هتعملها ايه. ناس كتير بتحب تعملها على الفته، وفي ناس كتير جدا بتحب تعملها على لوحدها كده مسلوقه، وفي ناس برضو بتحب تعملها متشربه بايا كان ايه هو الموضوع. انا النهارده هعملها بطريقه مختلفه شويه خالص. هعملها ازاي هنشوفها مع بعض. اهم شيء عندي يكون عندي 2 لتر ميه موجودين بيغلوا، اسيبهم خالص. اهم شيء زي ما احنا قلنا هروح للجزار نقول له لو سمحت عايزين موزه بعظم. موزه بالعظم بتديني فوائد كتير جدا، وكمان هي اللي من غير عظم، ولكن انا بستفيد منها بايه؟ الشوربه بتاعتها لو استخدمها في اي حاجه هتديني طعم كويس، ده رقم واحد. 2 ممكن اعمل بيها ملوخيه، ممكن اعمل بيها اي حاجه، يبقى انا استفدت برده من العظم بتاعها، ده اول هام. تاني هام هي على بعضيها صغيره ما بتبقاش مقدارها اكتر من نص كيلو زي ما احنا شايفين كده، دي فريش سهله جدا لسلقها، ما بتاخدش معايا 10 دقائق 20 دقيقه بالكتير قوي يوم ما تستوي. اذا كانت هي بتلو او ضاني، الضاني ممكن تعلى شويه عليها في درجه الحراره، بس برضو هنشوف هتحصل معانا ايه. زي ما احنا شايفين كده انا مش عامل فيها حاجه غير بس انفس لها بمعنى كلمه انفس لها، عشان برضو كده فتحه صغيره عشان تستوي معايا بسرعه ويخش كل الانسجه دي كلها تسويتها. يعني ما فيهاش اي صعوبه خالص كلمه موزه بمعنى كلمه موزه. زي ما احنا شايفين اهم شيء عندي في الموضوع كله البوكي جرني بتاع السلقه بتاعها، هيبقى عباره عن كرفس، ورق لورو، حبهان، عندي جزر، عندي بصل، كل الحاجات دي كلها هحطها عندي في الميه تغلي غلوتين، وبعد كده ابدا اضيف عليها الموزه بتاعتي. طبعا انا عايز بس اعقر شويه الميه بتاعتي، اديها فلفل اسود كده بالشكل اللي احنا شايفينه دوت بسيط كده، واخليها تغلي غلوتين ثلاثه كده، وبعد كده على طول ابدا اضيف عندي الموزه بتاعتي وتاخد وقتها خالص. طيب كده اكله سهله وبسيطه ما فيهاش اي صعوبه خالص لحد دلوقتي. احنا كده وصلنا للموزه، هنحطها تتسلي اطلعها، هنشوف هنعمل مع بعض ايه تاني بعد ما اطلعها. انا مش طالعها مسلوقه زي ما هي كده. طيب نخش مع بعض على ورق العنب. الناس كتير جدا احتارت في عمايله، واحنا النهارده جايين نبسطه بطريقه بسيطه جدا، والوصفه دي انا عارف انها هتبقى سهله عليكم كتير جدا، لان حتى على السايد الفيسبوك بتاع علاء الشربيني وكمان سايد كنور ناس كتير جدا طلبتها، وناس كتير قوي برضو على كنور بالذات حطت وصفات كتير قوي لورق العنب. هنعمله النهارده هو اسم ورق عنب بالزيت، هو برضو يمشي صيامي اكتر من يمشي عادي. لو انا احب اضيف في الخلطه حبه لحمه مفرومه فهبقى انا طلعت بره شويه عن الموضوع، بس هي كده كده اللحمه المفرومه دي بتمشي برضو لو انا احبها. طيب انا عندي هنا اهم شيء عندي اجيب كوبايه رز مغسول ومتصفي زي ما احنا شايفين كده بالطريقه دي. ليه مغسول ومتصفي؟ عشان برضو يفرق معايا في التسويه كتير وهيبقى معايا كويس كده. واجيب عندي بصلايه مفرومه برضو فرمه كويسه بشكل الرز زي ما احنا شايفين كده، مش باين كمان اهو حتى عشان البصل ابيض مش باين، تمام. وعندي كمان الشبت بتاعي مفروم كده. الشبت هو روح، هو والكزبره والخضروات دي روح اي محاشي بتديها نكهه كويسه جدا وليها طعم. وعندي كمان هنا البقدونس مفروم، وعندي كمان الكزبره كده بالشكل دوت، وعندي كمان هديها برده معلقه طماطم كنور برده هتديني طعم كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، معلقتين صغيرين او ثلاثه كبار حسب الرغبه عشان برده تديني طعم كويس قوي. ولو عايز اديها عصير طماطم برده ما عنديش مانع، بس انا بحب ان انا اديها حتى البهارات بتاعتها واديها كل التتبيله بتاعتها ما تكونش معايا مميميه. بمعنى ايه؟ عشان لما ابدا الف ورقه العنب بتاعتي وفي تسويتها كمان هتفرق معايا كتير. عندي نعناع ناشف او فريش حسب الرغبه، بس برده لو فريش مع ضمن الخضروات هيبقى طعمه حلو. ابهر طبعا اديها الملح بتاعي كده، وعندي برده الكمون كده، وعندي برضو لو احب احط حبه بصل بودر في النص كده هيديني نكهه كويسه قوي. حاجتها بسيطه جدا وسهله. طبعا انا احط عندي طبعا زيت زيتون، ولكن انا عندي زيت زيتون كده زي ما احنا شايفين هيبقى كويس معايا برضو. منى الو، مساء النور. الو مساء الخير يا منى، ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. تمام. ايه رايك في اكلتنا النهارده؟ لو سمحت يا شيف عايزه اسال بس على طريقه عمل البريوش. طريقه عمل ايه يا فندم؟ البريوش. مش سامعك والله. البريوش المنجقونه اللي هي يا فندم؟ تمام. البريوش مظبوط؟ ده سؤال حضرتك؟ تمام. عايزه طريقه عمل البريوش. ايوه تمام. طب معلش ممكن توضحي لي يعني ايه بريوش؟ معلش انا اسف.
هو اسمه كده بالظبط؟ المانجاونة. الايه؟ البريوش. المانجاونة. منجاونة. تمام، حاضر حاضر، عينين الاتنين حاضر. حاجة تانية؟ تمام. ولو سمحت لما بعمل كيك بيهبط مني على طول. عشان بتفتحي عليه كتير. عشان بعمل 180 على طول. ما هو 180 تدخلي الكيك وتسيبيه لفترة درجة الحرارة بتاعته محفوظة جواه، كل ما تفتحي عليه الكيكة بتهبط من درجة الحرارة بتختلف شوية، فسيبيها زي ما هي، وبعد 15 دقيقة أو 20 دقيقة من تسويتها ابدأي بص عليها، لكن ما تفتحيش تقفلي عليها على طول، هتهبط منك. هو ده السبب. فهماني؟ شكرا جدا لصراحه حضرتك. انا عندي هنا زي ما احنا شايفين حطينا كل البهارات، كل التتبيله بتاعتنا، ابدا اقلبها تقليبه زي ما احنا شايفين كده. لازم اخليها برده متقلبه كويس، دي مش تتبيله ان انا لازم اشرط ان انا اخليها 3 ساعات او ساعتين او ليله زي ما احنا بنقول، لا خليها كده ما فيش مشكله، لو قعدت نص ساعه برده هتتكمر ويبقى ليها طعم حلو قوي. عندي هنا حطينا زيت خلاص، وعندي الليمون، في ناس تحب تضيف من الداخل ليمون، ولكن انا هعمل مرقه كنور واحط عليه